مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا الان هذا الشاب كما تشوف تشوف العنوان اللي حاليا يعني كانت نايضه بينه وبين زوجة الاب ديالها، يعني اللي بعد ما توفى وبعد ما الشاب يعني وقفت على طلاقية والزوج ديالها جات باش تكون في دار باها، لقات انا مرت باها يعني كانت مشلوده في الحبس، يعني كانت كدوز واحد المده سجنيه. من بعد بقات هي ساكنه في الدار، ملي خرجات مرت باها من الحبس جرات عليها وخرجت لها حويجها للشارع. كيف ما كتبعوا الحاله ديالها الان غنتبعوا شنو واقع لها بالضبط وشنو وقع لها يعني من الاول، وكنتمنوا من اي واحد يقدر يساعد ولا يقف معايا يتصل بها في الرقم الهاتفي اللي خليني لكم الان في هذا المباشر. هكا عائشه، واخا شنو وقع انت ديك الساعه ملي وقفتي مع على الطلاق؟ جيت لدارنا وجبت حوايجي كاملين وطلقت الكره ديالي اللي كنت شاده، جيت ريحت معاه ما قلتش لها ديك اللعبه ديال عطيني بيت ولا شي حاجه، جيت ريحت بحال مريحين كاملين، حنا بغينا نبقاو مجموعين. ساعه كان والديك توفى؟ كان بابا توفى دابا شي 4 شهور باش توفى بابا. جينا بغينا نبقاو مجموعين ونبقى جامع وليداتي شويه. السيده بقات غاده معايا بخير، بقات كتقول لي شقاي ديري هادي ديري هادي، ولات كتكثر عليا شي حاجه فوق من استطاعتي وكنديرها. مني والبارح جات قالت لي خصني الماء، لقيت واحد المراه كتغسل لهم لا، قلت لها انا نمشي نتسخر ونجي وهي يلا تمي تخرج وتسد لي الباب في وجهي. قلت لها علاش سديتي الباب؟ قالت لي صافي سيري خليني في محالي بوحدي غنشقى راسي. صافي من تما بدا النزاع، بدينا كنتزايدوا في الهضره وهي تقول لي هزي عليا حوايجك خرجي بحالاتك. قلت لها انا قبل من هادشي اللي وقع انت قلتي لي انك ملي جيتي سكنتي واحد المفطر لقيتها كانت مشدوده ياك؟ اه كانت مشدوده. علاش شنو السبب؟ كانت كتبيع الشراب وتشدات عطاوها شهرين. ديك الساعه كنتي مقابله الدار مقابله خوتي؟ مني سمعتها تشدات خوتي مع ما كاين اللي طيب لهم والو، الناس ديال الدرب عارفين. جيت راه شافوني كانوا كيشوفوني في ديك مده شهرين، راه كاع الناس كيشوفوني راه غيحكموا بالحق. جيت بقيت معتانيه بخوتي وهازه ما انا مبليه حقا فيا بليه، مش نكذب عليك نقولك انا كنصلي ولا انا مبليه، وكنا ما تزاديتش مبليه الله يعفو عليا مبليه، كنت تخشى في دارنا وندير البليه ديالي كنكمل كارو. هي ولات كضربني بديك البليه وفهمتي ما لقيتش منين تشدني شداتني من ديك البليه. واخا النهار اللي جرات عليك؟ النهار اللي جرات عليا البارح الدار مشى انا وياها وهي تجري عليا قالت لي هزي حوايجك وسيري خرجي. اليوم في الصباح لاحت لي حوايجي حدا الباب، جيت لقيت حوايجي حدا الباب، ملي جيت لقيت واحد ماري حدا الباب قلت لها هادوش كي، قالت لي هزي دوك الطلامط وهزي كلشي وخرجي نبدل القفل ديال الباب. شنو درتي انت معاها؟ صافي هزيت حوايجي وخرجت، بقينا كنتغاوتو. انا ما باغاش نلحق معاها للضرب ولا الجرح ولا شي حاجه، خاطر هي باغا تصيفطني للحبس. واش فهمتي اخويا حمزه؟ انا ما باغاش نعطيها الفرصه فين تشدني، ولا اصلا انا ما بقيتش بغيت نرجع للحبس. كون بغيت ترجع لي غنمشي نشفر كما كنت شحال هادي اخويا حمزه، كنا ما بقيتش بغيت نرجع للحبس. كنطلب من السلطات وسيدنا والناس اللي كيتفرجوا في هاد اللايف هذا يتعاونوا معايا ويديروا معايا اليد في اليد، راه ما عديتش واحد راه عدي الله سبحانه وتعالى. يعني دابا هي خرجت لك كلشي الزنقه؟ اه خرجت لي حوايج كاملين اخويا. يعني ودابا حاليا دابا ملي خرجت لك يعني حوايجك للزنقه انت فين غادي تمشي؟ ما عنديش اخويا فين نمشي، وطلقت الكره وما عندي حتى ريال اخويا، راه الناس كيسحبوني كندخل من ديك القناه الفلوس والتيك توك، راه ما عندي والو اخوتي. انتم راه الناس اللي قراب ليا هما اللي كيعرفوا، راه ما عنديش، راه عندي حياه وبنادم كيهضر. وهاد السيده دابا ملي جينا عندك موتها انت وياها تخاصم انت؟ اه راه قدامك اخويا حمزه الشاك كتغوت وكتخسر في الهضره. علاش قالت لك ما تصورش؟ حقاش عرفتني غنحط لها امر الواقع، غنقولها الصراحه. هادشي علاش ما كيحملونيش؟ حقاش كنقولها الصراحه، كون كنت منافقه كون راه كيبغيوني انا. واخا ودابا حاليا كيف ما قلتي دابا ملي خرجت حوايجك للزنقه انت ما عندكش فين غادي تمشي؟ ما عنديش اخويا. شنو غديري؟ واخا هو الملك في سميته ولا سميت با؟ لا في سمي شبا، وباقي كلشي وارد في هذيك الدار، عمامي وانا وخوتي. هي بغات دير لنا هذيك اللعبه ديال راجلي كاتب لي في الحياه، ولكن هي راه كتحلم، راه ما كاين لا كاتب لها في الحياه لا والو خو، راه كذوب. جدي الله يرحمه باقي ما قاسم حتى على حتى شي واحد في هذيك الدار. يعني هي كانت سبب كيف ما قلتيش شحال فاش كنتي صورتي، هي كانت سبب في المشاكل ديالي. هي كانت سبب اجرام ديالي، خرجت من المدرسه ضاعت لي حياتي، خسرت الشرف ديالي، بزاف ديال الحوايج في طريق ديك السيده اخويا، تكرزات عليا وتعدات عليا. الله يجعل ربي ياخذ فيها الحق.
هادشي كاين اخويا والناس راه كتعرفني راه خرجت قالت تفيد جبتيها لا كتبان زعما تكلمتي عليها لا لا هادشي وقع شحال هادي فاش تكلمت عليها كانت عيطت ليا وحادتني مع با الله يرحمه اللي لحق لي في ودنه حادتني معاه وقالت لي شوهتنا وهادو عيطوا لي وكيسبوني وانا على وجه با درت الما منين يدوز فهمتي ما بغيتش هذيك اللعبه ديال المرات با كدير ولا كتصافي كننسى انا في واحد القاعده زوينه كنسامح اخويا حمزه هادشي باش كنضر انا واخا دابا حنين ما قلتيش شنو غديري دابا خويا عندي ما ندير دير ديال الله سبحانه وتعالى وليد حتى راه صحبت جوج عاد جدام وواحد راه باقي معايا هادشي اللي كاين اخويا حمزه ما طراش بيناتكم شي مضاربه زعما خصام لا ضرباتني قمشاتني من وجهي وتلاحت فيا ما نكذبش البارح هادشي وهادشي اللي بقى بحال هكا يؤدي لشي حاجه ديال الاجرام روح ولا غنولي قاتلاها ولا دايره فيها شي حاجه الصراحه ديال الله بقات هادشي بزاف عليا الزيت كثر من فهمتي كثر من تقبل انا الزيت انا عانيت وانا صغيره خويا حمزه كاع الناس كيعرفوني اللي كيطلق معايا دابا هاد الهضره كتالمني اللي كيطلق معايا كيقول لي كون كتبتي شي فيلم في داك هذاك الشيء اللي ضرالك كون ما عرفت شناهو كون مشيتي بعيد بحقاش هذاك الشيء واقع يا خويا كنطالب بالسلطات الناس المسؤولين الله يرحم ليكم الوالدين ديروا معايا اليد في اليد وشوفوا فيا اختكم المسلمه ماشي كنطلبكم ولا كنسعاكم باش ما لقيتش اخوتي تعاونوا معايا تعاونوا معايا صافي راه وصلات بيا الحضم والله